اللي بيحصل جبالي؟ زكريا بره ومعاه رجاله وسلاح. زكريا؟ طب هات لي سلمى من فوق. انا هعرف اجيبه. تعال. اعتصم. احمي ظهري، لازم اخش العطس. زكريا! ها؟ تحب نبدأ بمين الأول؟ تستغنى عن مين الأول يا زكريا؟ أختك ولا مرتك؟ اوعى! ما تروحليش يا زكريا، هو عايزك تروح له. لو رحت له هيقتلك ويقتلنا. صعبة دي، صح؟ يبقى تعجلك ده وتعرف إنك بتكلم واحد معاه شهادة معاملة أطفال. مجنون يعني؟ حماويتك يا عبد الله! حماويتك! خلي رجالتك للمسلحهم. لو وقعت تحت ايدي مش هرحمك. سيبهم. هتعمل معايا زي ما عملت مع متولي؟ هتضحي بيهم زي ما ضحيت بيا يا امها؟ حماويتك! قصر في الكلام يكسر يا زكريا، واسمع اللي بقول لك عليه. خلي رجالتك يرموا سلاحهم. ها؟ فكرت؟ اختك ولا مرتك؟ اقول لك هخليك تخسر الاثنين، ولا نعملوها زي زمان ايام الدار. انت تختار وانا اختار عكسك. قول يا زكريا ما تخافش. هتموت يا عبد الله. Thank you.
قالوا لي اقتل اخوك بده. خليك جنب مرات اخوك. عملت كده ليه يا عبد الله؟ انت اكتر واحد عارف يا زكريا انا عملت ليك دي. عشان انا عارف. قلت لك قبل كده في المكان ده انك شيطان مش عارف تغوي غير نفسك. ده حق ابوك اللي انت موتته، وده حق اخويا اللي ضربته في رجله، ودي عشان هايدي. الكرسي ده ابو علي ما بيشيلش غير واحد بس. هتقتل اخوك يحيى؟ ما هي الحكايه كده ابو علي، اللي اتظلم في حياته بيتظلم في مماته برضه، وانا وانت اتظلمنا كتير، بس انا ما عنديش استعداد اموت النهارده. ليه حد يموت؟ عشان حد يعيش. واللي بيتظلم ما بيظلمش. بلاش تظلم نفسك وتظلمنا كلنا معاك. ما تشيلنيش انا حمل السنين اللي فاتت. واشيله انا ليه؟ واشيله انا كمان ليه؟ عشان في حد لازم يشيل ابو علي.